يبقى كده المية، يبقى كده المية خدت شكل الكاس اللي قدامنا ده. تمام، احنا دلوقتي غيرنا الكاس، جبنا كوباية طويلة، فتعالوا كده برضو هنصب المية فيها نفس كمية المية، هتلاقي خدت شكل الكوباية. يبقى كده المية خدت شكل الايه؟ الكوباية. يبقى شكلها اتغير، الكاس غير الكوباية. تمام، طيب نشوف حاجة تانية. جبنا بقى اناء شكل مختلف اهو، طبق ندلو فيه برضو نفس كمية المية، خدت الشكل، خدت شكل الإناء. يبقى هنا المية خدت شكل الإناء، يبقى شكلها ايه؟ اتغير حسب شكل الإناء الموضوع فيه. يبقى فعلا شكلها بيتغير، اه شكلها بيتغير قدامنا اهو. تمام، غيرنا الإناء وجبنا كوباية شكل تاني برضو. اتغيرت شكلها، اظن كده بقت واضحة اوي، اظن كده الشكل بان اوي اهو كده، النشاط واضح اوي ان ايه كل حاجة المية بتتغير حسب شكل الحاجة اللي محطوطة فيها، حسب شكل الاناء الموضوعة فيه. طبعا دي مية ساقعة اهيت، مشبرة قدامكوا اهيت. وصل النشاط يا سنة خمسة، تمام يا مستر، تمام كده وصل النشاط اللي احنا عايزين نوضحه. يلا نكمل درسنا.